السلام عليكم حبايبي طلاب تانية إعدادي، إن شاء الله نبدأ مع بعض سلسلة جديدة اسمها القاعدة في دقيقة. بسرعة كده هقول لك معلومة مهمة جدا هتنفعك في الامتحان. أول معلومة عندنا النهاردة وهي في كلمات معينة بيجي وراها دايما الفعل آخره أو الفعل في المصدر. تاني كده، كلمات مهمة بيجي بعدها الفعل في المصدر. إيه هي الكلمات دي؟ احفظها معايا يلا دلوقتي. كلمة must و mustn't، يبقى أول حاجة must و mustn't. must أو mustn't دايما بيجي وراهم الفعل في المصدر. إيه تاني؟ should و shouldn't. should و shouldn't. ايه تاني؟ كان وكود. كان وكود الكلمات دي لازم يجي بعدها المصدر. ايه تاني يا مستر؟ عندي دو ودونت. دو ودونت او داز او دازنت. داز او دازنت وديد او ديدنت. اي كلمه تشوف بعدها نقط يبقى المصدر. يعني ايه مصدر بقى؟ يعني الفعل بدون اضافات. ايه كمان؟ عندي هاف تو وهاز تو ويوزد تو. الكلمات دي كلها بيجي بعدها الفعل بدون اضافات.